توب 5 لهالاسبوع. بالمرتبة الخامسة سلطان. يا حبيبي جوايا اشواقي وهوايا وتروح لي ناس تانيين. رجع سلطان لدائرة المنافسة، مستواه عم يتحسن، صوته عم بيرن، حضوره عم بيجول. المرتبة الرابعة محمد رمضان. بحب اللي مخليها على الله اللي ما يحسبهاش. محمد سلطن باللهجة المصرية، ولا ما نعيشها. أظهر إحساس باللهجة العراقية، بنظرتها ببسمتها برقتها بمشيتها أشهد إنها 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 جميلة. ولع المسرح باللهجة اللبنانية، غنى ثلاث أغاني بثلاث لهجات وأعطى لكل أغنية حقها. المرتبة الثالثة أسمى. تلاقي القمر على باب الدار طلع علينا الحامي. غابت لأسبوع عن لائحة التوب 5، رجعت حتى تأكد إنها رقم صعب. كل الحبايب رايح، وعندها ثقة عالية بالنفس وحضور آسر على المسرح. عليناك وعليناك زهر العصدر تليناك. بالمرتبة الثانية رامي. الفرحة طرحتنا والفرحة جمعتنا. أخر شوي لكنه دعس وانطلق بقول مبروك مبروك. شفناه عم بيأدي الأغاني اللبنانية. كشفناه بأداء الأغاني العراقية. جميلة حتى القمر قال ما أحلاها. وباللهجتين أظهر جمالية صوته الحنون. نشوف النوم لو شفناها. أما المرتبة الأولى ميرال ومحمود. كانوا بالبرايم الماضي على حافة الخطر، رجعوا هالجمعة بقوة وشكلوا ثنائي منسجم. ومثل العادة ولعوا المسرح بالشو. نومينيشن للتوب 1 بستار اكاديمي. كل شيء معقول، اثروا القلوب، سرقوا الاعجاب، خطفوا الانفاس. سلطان، محمد رمضان، اسمع، رامي، ميرال ومحمود هن اللي احتلوا المراكز الخمسه الاولى لهالاسبوع. ليحافظوا على مراكزهم بدهم يشتغلوا اكثر وبدهم يتعبوا اكثر، لانه التوب 5 هو هدف لكل واحد منهم. مبروك للشباب والصبايا يلي طلعوا بالتوب 5 لهالاسبوع، مبروك لكم. يمكن هيدي اول مره، ما بعرف رولا، اول مره يمكن بيطلع اثنين بالتوب 1 او سايره. وكمان كانوا بنذكر انه الاسبوع الماضي كانوا نومينين، تقلوا بسرعه من النومينيشن للتوب 5. هيدي اول مره بتصير. هيدي اول مره بتصير، مزبوط. خلونا نشوف سوا بهالروبورتاج ميرال وشكري شو ربحوا. ميرال ومحمود بلوحه المان ان بلاك، بيضوا الوجه، أظهرتوا مستوى احترافي عالي. استحقيتوا الوصول إلى القمة وزعامة التوب 5، ولأنه كنتوا نجمين بكل المقاييس، هديتكم هي نهار في آي بي كامل ما رح تنسوه، بينتهي بعشاء على خط البحر على ضوء القمر والشموع، وبعد العشاء مشوار بحري.
وحتى تكونوا حاضرين للسهرة لغاية شكل وتتمتعوا بامتيازات الـ VIPs، كل واحد منكم بيقدر يصرف 4000 دولار على الشوبينج. مش بس هيك، قبل السهرة كتير مهم تكونوا بحالة نفسية وجسدية ممتازة، فشو رأيكم بجلسة مساج وسبا حتى تدخلوا بجو تاني وتمضوا يوم رائع مثالي؟ يا سير محمود ويا ليدي ميران. مبروك ميرال ومحمود، شكري. مبين عليهم قديش فعلا مبسوطين، مش مصدقين. رولا بتحب تقولي لهم شيء؟ انا بدي اقول انه بيستاهلوا، لانه عن جد عم بيشتغلوا وعم بيتقدموا كثير. وبدي اقول بعد شغله هيلدا، انه بس بدي اقول لكل الجمهور انه وين ما ملتقى فيهم بكل العالم بيقولوا لنا حرام بقى تطلعوا حدا نومينيه، خلوهم كلهم بالاكاديميه. بقى نحن بنقول لهم نحن كمان بنحبهم كثير، ويا ريت بضلوا كلهم بالاكاديميه. لا احنا بنحبكم اكثر والله. بس بالنهايه كلهم بيجنوا، يا ريت بضلوا. نهاية في نهاية لك القصة، ومجبورين أنا نحطكم نومينة، مش لأنه عبالة نحطكم نومينة. شكراً لإلي كرولا، ومبروك للطلاب كمان.